أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل رجال الأمن الذين يقتلون على أيدي هؤلاء المفجرين يعتبرون شهداء؟ هذا حسب نياتهم ومقاصدهم، الله أعلم، لكن نرجو لهم الخير إذا كان قصدهم الدفاع عن المسلمين وحرمات المسلمين، فنرجو لهم الشهادة، لكن الجزم ما نجزم أنهم شهداء، الله أعلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.